موقع الغزال نعود إليكم في برنامج رمضانيات، وإحنا هاي السنة يسرنا أن نبدأ مع الشيخ حسن أبو رجا حسن حيدر وإحنا في ديوانه. وإحنا السؤال الأول اللي حابين نوجهه له، ما هو سبب عدم اهتمام الناس بشكل حتى ولو بالمظاهر بشهر رمضان هذه السنة؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا أبو جنان سؤال وجيه يعني، وهي حبذا في مظاهر يعني جميلة في رمضان. أفكر الأسباب كثير يعني. أول شيء يعني قلة اهتمام الناس برمضان، يعني أنا بشوف تراجع في المدة الأخيرة خاصة عند الشباب في صوم رمضان. الأسباب كثيرة وما فيش مجال حصرة في مثل هذا النقاط. ايضا ممكن الحاله الاقتصاديه عند الناس تلعب دور، الناس وضع الاقتصاد صعب شوي. ممكن يعني مجيء رمضان في فتره اللي كان فيها مناسبات كثير، فالناس التهت المناسبات وتعبان الناس المناسبات. ولكن سؤال وجيه، ولا بد ان يعني نلفت الانظار السنه القادمه ان شاء الله على ان نظهر يعني رمضان رونق جميل، تكون مظاهر جميله لرمضان. فالسؤال وجيه، وان شاء الله انه يعني نحاول ان شاء الله نجاوب عليه السنه الجايه بشكل عملي. بارك الله فيكم جميعا. هاي واحده. الشغله الثانيه اللي بدي احب اخيها انا، انه مزبوط صح انه بالنسبه لرمضان مهم جدا نبرز احنا الشيء الايجابي والشيء الجيد والشيء اللي فيه تآخي، اللي فيه تسامح، اللي فيه تقارب، اللي فيه تلاحم، اللي فيه تعاضد بين الناس. احنا مضبوط مجتمعنا نشهد هناك ظواهر اللي هي خطيره جدا، بس انا من على المنابر وانا بشهد يعني امامك انه بالنسبه لقضيه القضايا اللي بتطرحها انت في خطبه الجمعه انا بمثل جدا في خطبه الجمعه. لما بتحكي عن مواضيع اللي هي مواضيع الساعه اللي منيح جدا ينحكى عليها، يعني لازم ينحكى عليها. يعني القضيه مش القضيه الاساسيه، لازم اكرر ديروا بالكم بتموتوا بكره ولازم تصلوا ولازم نضلنا نخوف الناس بالخطاب الديني، لا لازم نطلع امل امل انه في امكانياتنا انه احنا نقدر نحل كثير مشاكل. اللي بحكي انا ممكن يعني بكلمتين تقدر تذكر لنا الامور، القضيه الاساسيه هي مش قضيه انه الانسان يصوم مرات عمله وعطائه برمضان وحفظه لسلامه الناس ومعاملته للناس، ممكن اهم مرات من صومه اللي ممكن يكون عنده عذر في عدم صومه. فانا برايي فضائل رمضان هي كثير عند مجتمع الاسلام، ما بنستغلها بالشكل الصحيح. مظبوط. فمنيح جدا احنا حابين نسمع منك يا شيخ انك بتحكي كثير خطب الجمعه، شغلات اللي احيانا بشعر ان الناس ما بتنصت يعني بالشكل الصحيح اللي انت بتحكيه. فاحنا حابين كمان نسمع منك زي هيك نوع من الموعظه للموضوع هذا بالنسبه لحلول شهر رمضان، اللي احنا كمان باسم موقع الغزال نهنئ جميع كل الطائفه الاسلاميه وكل اهالي بلدنا والامه الاسلاميه بحلول الشهر الفضيل. ان شاء الله يعود على الجميع باليمن والبركات والخير والسعاده. فاحنا حابين نسمع منك فضائل هذا الشهر. إذا أيضا أنا يعني أضم صوتي لصوتك أبو جنان بأن أهني أهلنا وإخواننا المسلمين وغير المسلمين طبعا شركائنا في هذا البلد، وأهني العالمين العربي والإسلامي بمناسبة شهر رمضان المبارك اللي شهر مميز يمتاز بالرحمة والبركة وله فضائل كثيرة وردت في الكتاب والسنة. طبعا يعني سؤالك سؤال وجيه وطيب ومبارك، يعني لأن الإسلام دين الحياة، الإسلام يعالج أمور الحياة كلها، لا يعني يستثني شيء من امور الحياه. ونحن نعيش في واقع مريض صراحه يعني. والصوم فرصه للتغيير. يعني قيل احد الصالحين شو قال؟ قال تغيير العاده عباده. تغيير العادات والمعاملات الى الاحسن طبعا هو عباده، نوع من العباده. والصوم هو مدرسه للتغيير. لماذا؟ ان الانسان يعني شو الصوم؟ مش فقط الانسان يجوع ويعطش وما يشربش وما ياكلش، ليس هذا الهدف من الصيام. الصيام هدف رباني أسمى من ذلك، هو أن نربي في الإنسان الإرادة، الإرادة على التغيير، الإرادة على الصبر. طبعا قبل كل شيء يعني الصوم هو طاعة لله سبحانه وتعالى، هو تلبية لأمر الله سبحانه وتعالى، وأوامر الله كلها خير. الإنسان يلبي أمر الله سبحانه وتعالى في أي طاعة من الطاعات، إنما يعني يقدم نفسه إلى الخير ويقدم الخير إلى الناس، لأن الله سبحانه وتعالى أوامره كلها خير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فكل عبادات الدين الإسلامي سواء الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج هي وسائل لتحقيق غايات عظيمة. يعني الصلاة مثلا، الصلاة
من أهداف الصلاة طبعاً هي طاعة لله سبحانه وتعالى، ولكن أيضاً من أهدافها أن تحجز الإنسان عن المعاصي وعن فعل المنكرات. يقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من ترى الصوم الله سبحانه وتعالى يعني في كلمة موجزة وعظيمة جداً في آية واحدة الله يشمل فضائل الصيام كلها. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كلمة لعلكم تتقون من الوقاية، الصوم هو وقاية، أول شيء وقاية من عذاب الله ومن النار، وقاية من أمراض اجتماعية كثيرة. يعني الصوم كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني في حديث جميل نستثنى يعني استخلص منه العبرة، قال من لم يدع قول الزور العمل به. يعني الأشياء الفاحشة القبيحة اللي هي الزور كلام فاحش وقبيح وكذب يعني عادة قبيحة، هذه مثال يعني من يدع قول الزور العمل به فليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ذلك أنا بقول يعني إنه الأخوان والأهلنا إنه الصوم بس يعني فقط العبرة منه إنه إحنا نجوع أنفسنا وهاي حصل أيام الحارة هاي ونعطش ونسى الهدف الأساسي والأسمى والأعظم من الصيام هو التغيير. أن نسعى إلى تغيير أنفسنا. الصوم مدرسة نفسية تربي الإنسان على الصبر، على تحمل المشاق، على ضبط الأعصاب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عن الصيام قال إذا كان يوم صوم أحدكم يعني واحد صايم نفس النهار فلا يرفث ولا يسخر، يعني ما يصيح ولا يحكي كلام فاحش، فإذا سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. ففرصة لكي الإنسان يربي في ذاته ملكة ضبط الأعصاب. ونحن في حاجة إلى هذا الخلق خاصة هذه الأيام مع تفشي العنف والحر الشديد. طبعا بس العنف كمان في مجتمعنا، الحر الشديد والعنف، يعني بشوف أنا للأسف الشديد يعني كثير من الصائمين تضيق أخلاقهم في رمضان، خاصة مع أهلهم مع أقرب الناس إليهم مع زوجته مع أولاده، بصير عصبي بتفلت أعصابه. فيعني يضيع الحكمة العظيمة من الصيام وهي ضبط الأعصاب وتحمل المشاق والصبر على المشاق. ذلك أنا وجه نداء لكل الصائمين أن الصوم يجب أن يغير في نفوسنا. إن الله لا يغير القوم. نعم يجب أن يعطل شغل مشان تيسون. أنا مش عطل شغل، لا العمل عبادي. أنا بقول لأخوان يعني العمال اللي بيصوم وبيشتغل أجره أحسن من الشيخ. مظبوط. شايف الشيخ اللي قاعد بالجامع وبيصلي بالجامع وعلى الناس قاعد اللي بيشتغل بالعمارة بالإكسارة وصايم أجره مضاعف. جدا مضاعف لأنه صابر على الصيام وصابر على العمل ويسعى رزق العيال يجيب لقمة الحلال لعياله وهو صايم، فأجره مضاعف. ذلك يا أحبابنا يعني إحنا نقول إنه الصوم له أهداف عظيمة، أهداف تربوية منها يعني ذكرناها إنه التغيير، تغيير العادات القبيحة. إنسان لما يعني يمنع نفسه عن الأكل والشرب يستطيع أن يمنع نفسه عن الكذب وعن النميمة وعن الغيبة وعن أخلاق كثيرة اللي مجتمعنا يعني متفشي الأخلاق هاي للأسف الشديد بين شبابنا فتياتنا. ونحن أمة نسعى إلى أخلاق فاضلة، أمة الإسلامية أمة الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلذلك إحنا فرصة لنربي الأخلاق، هي مدرسة تربوية. وثبت علميا ان الصوم من اعظم المدارس التربويه الذي يعني يدفع الانسان الى التغيير. لان الانسان عندما يتخلى عن اعز الاشياء اليه الضروريه من الشراب والطعام هذا يربي فيه ملكه التغيير ونبذ الاشياء اللي هي فاسده وسيئه. ايضا من فوائد الصيام وفوائد كثيره ان الصوم ايضا فرصه لتحقيق المشاعر. نرى من حولنا كثير من الناس يعانون من اوضاع اقتصاديه صعبه. ما هي البرامج لقضيه انه مظبوط هذا السؤال كنت اسالك اياه يا شيخ تفضل قضيه انه التكافل والتعاضد والتسامح والتعاون. اكيد طبعا. يعني مرات انت بتشوف رمضان مقبل العيد كمان بيكون يعني في ناس اللي حالتها ميسوره وعائلات مسطوره، يعني ما بيجري هناك مبادرات لرزم رمضانيه زي ما يجري في بعض الاماكن، ما كان مبادرات. فكرنا في المبادره هاي بس براينا يجب تطوير هذا الموضوع بالنسبه لقضيه التعاضد والتعاون برمضان بالاتجاه هذا. حتى لا في عندنا في عندنا لجنه الزكاه يعني اللي تسعى فينا على قضيه الفطره ولجنه الزكاه ونشاطها. يعني فرصه اول شيء الصيام يعني اول شيء اجر الصائم يضاعف في رمضان. يقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث قال من يعني من جاء بخصله من الخير في رمضان كتبت له كفريضه في غير رمضان، ومن ادى فيه فريضه يعني الزكاه فريضه كان كمن ادى 70 فريضه ما سواه. يعني الزكاه في رمضان تضاعف 70 ضعف.
ذلك فرصة يعني أنا بما أني أنا بلجنة الزكاة ورئيس لجنة الزكاة كمان وجه دعم أتوجه للأهل بدعم لجنة الزكاة. الزكاة تسعى يعني منكم وإليكم الزكاة. الزكاة هي نحن يعني هذا الفرض هذا فريضة المالية المادية الاجتماعية في الإسلام التي تسعى إلى غير الفطرة مضاءلة الفوارق في المجتمع غير الفطرة. في الفطرة يعني نحكي عن الزكاة أول شيء الزكاة هي التزكية من التزكية الإنسان بزكي ماله معناها باللغة العربية الطهارة والنماء. الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم. فالزكاة هي فريضة كما هي الصلاة ولا نستطيع أن نفرق بين الصلاة والزكاة. الله سبحانه وتعالى في مواقع عديدة في القرآن الكريم بلغت 100 كان يذكر الصلاة مع الزكاة مقرونة مع الزكاة يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلذلك الزكاة ركن مهم. الصوم قلنا يعني الصوم من ناحية مشاعر يعني رقق المشاعر لما الإنسان يشعر بالعطش وخاصة في هذه الأيام الحارة بلهيب العطش يستشعر حال إخوانه في العالم يعانون طبعا بيعانوا في ناس اللي يعني صايمين كل السنة في أفريقيا في صايمين طبعا صايمين ما عنديش أكل أصلا يعني في أفريقيا مثل الصومال وغيرها اللي إحنا نشوف مناظر في يعني في تدمع لها العيون وتبكي لها القلوب أطفال اللي عظام اللوحة مبينه يعني فيش أكل بالشغل وإحنا للأسف الشديد عندنا يعني فائض للأكل للأسف الشديد حتى في رمضان يعني بيكبوا الأكل الزايد في حوايات القمامة للأسف الشديد حدثني أحد العمال اللي بيشتغلوا في جمع القمامة أنه وجد 4-5 رطات خبز في القمامة يعني إيش مؤسف جدا إنه بعيش الخبز نرميه في القمامة. لذلك إحنا عندنا طفرة في الأكل الحمد لله رب العالمين إحنا عايشين في نعمة لذلك فرصة لكي نفكر بالآخرين مش نفكر بس أنفسنا بعيدتنا بس لازم نفكر بالآخرين الذين يعانون. في ناس كيف بتعاني في الدنيا من الجوع والعطش والحرمان ففرصة وأنا أتوجه لأهل بلدي إنه يعني على مستوى البلد بحكي أنا إنه لجنة الزكاة تقوم كل سنة يعني بجهود جبار التجاوب معها رأي إنه فيش تجاوب للأسف الشديد في التجاوب لأنه فيش فهم للزكاة أنت قصدك فيش تجاوب من اللي معهم اللي معهم مش بعينش يعني للأسف الشديد يعني الزكاة الله سبحانه وتعالى حدد مصاريفها والنبي عليه الصلاة والسلام حدد لمن تعطى الزكاة. لذلك الزكاة يعني للأسف الشديد بتروح لأيدي أو بتروح لجهات اللي هي لا تستحق الزكاة حتى لو كانت بيوت الله سبحانه وتعالى. الزكاة يعني في قول مشهور أحد الصالحين شو بقول فيه أنا لا سمح الله ما يعني بمنع الناس برا الجوامع الجوامع يقولون الله بحاجة إلى دعم أن ندعمها ونقب جانبها وأن نعمرها ولكن في قضايا أهم يعني ولكن كما قال أحد الصالحين قال إطعام جائع غير من بناء جامع. لذلك إحنا يعني فرصة برمضان أذكر أهلي وأهلنا في عبلين إنه الزكاة بحاجة إلى دعم. لجنة الزكاة في عبلين بحاجة إلى دعم. للأسف الشديد يعني لما ننظر لجنة الزكاة في عبلين شو بتجمع بالنسبة للبلدان الأخرى يعني بنبكي على لجنة الزكاة في عبلين لأنه ما فيش دعم كامل. يعني في البلدان الأخرى بيجمعوا 500-600 ألف شيكل شهر رمضان. يعني في لجنة الزكاة في عبلين يعني بشق الأنفس تجمع 50 ألف شيكل. وغالبا من فقرها بيباكوها. لذلك أنا أهيب أهل بلدي أن يتعاون مع هذه اللجنة من أجل الزكاة حتى نستطيع أن ندخل الفرحة على أهلنا الفقراء خاصة في هذا الشهر المبارك اللي كله بفطر وندخل الفرح عليهم في يوم العيد خاصة. يعني فيش واحد يأكل لحم وواحد يأكل عدس لابد أن إيش نعمل توازن في المجتمع وهذه هذه أحد أهداف الإسلام أن يكون هناك توازن في المجتمع فيش طائف يعني يكون تعاضد وتكافل اجتماعي والزكاة تؤدي هذه الحاجة. لو الناس بتدفع زكاة أموالها بالشكل الصحيح لا يبقى فقير في المجتمع. لذلك أنا أهيب أهل بلدنا والمسلمين وغير المسلمين أن يمدوا يد العون لهذه اللجنة حتى تستطيع أن تؤدي هذه الرسالة العظيمة وهذه الفريضة الجليلة وأن نقوم برفع العبء والمعاناة عن أهلنا في هذه البلد. طبعا إحنا من لجنة محلية تقوم برفع المعاناة عن أهل بلدنا إذا ما رفع المعاناة عن أهل بلدنا أعطينا العافية. طبعا يعني الاهداف الصيانة اولى من المعروف طبعا اكيد اذا بدك على الصيانة يعني بشكل موسع يعني هذا يعني بده ساعات كثيره ولكن بعض الفوائد من الصيانة ذكر بعض الفوائد من الصيانة قلنا اول شيء طاعه لله الانسان لما بيصوم بيطيع الله سبحانه وتعالى طاعه الله فيها كل الخير. ثاني شيء هي مدرسه نفسيه للتربيه على الصبر وتحمل المشاق وترقيق المشاعر وشعور معاناه الاخرين وايضا في الصوم فوائد طبيه عظيمه فوائد طبية جليلة جدا ثبت يعني بشهادة الأطباء الغربيين مش الناجم المسلمين حتى نكون متحيزين إنه الصوم المتواصل في شهر رمضان له فوائد طبية عديدة. من هذه الفوائد أن الجسم يتخلص من الفضلات
يعني السموم الموجوده في جسم الانسان الجسم يتخلص فيها في رمضان. الكوليسترول يعني الدهنيات كلها بنعاني من الضغط وبنعاني من تخمه كثر الاكل الحمد لله نعم كثير علينا. ففرصه في رمضان حتى نتخلص من هذه الامراض. كلنا بنعاني من تخمه، كلنا بنعاني من الدهنيات، كلنا بنسمع واحد صار له جلطه وتوفى. ففرصه يعني الفوائد الطبيه في الصيام كثيره جدا لا تحصر بهذول الفوائد، يعني كثير فوائد طبيه فيها. فانا اسال الله سبحانه وتعالى ان نعي ونفهم معنى الصيام بالشكل الصحيح. الصوم ليس تجويع للنفس ولا حرمان، والله سبحانه وتعالى لا يعذب عباده بالصوم، انما العبادات جعلت لكي لهدف عظيم، لترقيق المشاعر، لتغيير النفوس، لاداء يعني لاداء طاعه لله سبحانه وتعالى، كلها خير ان شاء الله. وانا اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه ارى كل الناس صائمين. بعطي بعض المظاهر يعني بتزعلني في المجتمع صراحه، يعني انه ارى كثير من المفطرين يجاهلون بالافطار، يعني من باب احترام لله سبحانه وتعالى واحترام لمشاعر الصائمين. اذا بدك تاخذ تفطر يا اخي عندك عذر تفطر، ما عندكش عذر اذا بتلتهم فاستفطر يا اخي افطر، بس السكين بدون حدا يعمل فيك حتى ايش لا تجرح مشاعر الاخرين. واتمنى يعني في رمضان هذا مش شهر الكسل، يعني الفتوحات العمل هذا شهر العمل، يعني ارى كثير من الناس اللي كل الناس نايمه عاطلة عن العمل. هذا شهر العباده وشهر الجد وشهر الاجتهاد. المسلمون الاوائل كانوا انشط الناس في رمضان، والفتوحات العظيمه كانت في رمضان. ذكرتني انت بشهر اللي حضرت يا شيخ، طبعا بعد التراويح انت اي مسلسل بتحضر؟ انا بحضر مسلسل. شو رايك بعرض مسلسل عمر بن الخطاب واظهار شخصيته؟ انا ما بعرف ايش عندي عنه يعني معلومات كفايه، يعني بعد ما سطلع بس في مسلسل عمر بن الخطاب سمعت عنه بس ما عرفش في شيء كفايه، يعني بيعرض شخصيه عمر بشكل شخصي. لا شخصيه عمر انه هي باز، يعني هو من ناحيه دينيه كيف اني افتو غاد، يعني كاتبين من اللي افتو انه ممكن ابراز شخصيه عمر رضي الله عنه. اذا المرجعيات الاساسيه في العالم الاسلامي الازهر وغيره يعني افتت في سماعه، فهذه يعني المرجعيه يعني من ناحيه الفن السينمائي. بس شخصيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ممنوع ابرازها. في كان في يعني في اخبار كثير، يعني في السابق انه مثلا امتنع عن تجسيس شخصيه سيدنا علي. الازهر امتنع يعني في سنين من السنوات. جابوه بس هيك زي نور هيك. نور بالضبط. شخصيات الانبياء كمان يعني. في مثلا عند اخواننا في محطه الشيعه يمكن. محطه ايرانيه كان صوروا مسلسل سيدنا يوسف عليه السلام. جابوه شخصيته. حضروا الناس. في خلاف في المرجعيات الفقهيه في العالم الاسلامي، طبعا انا كان شيخ يعني. بس انتوا يعني اذن انه انا ما عنديش شخصيته. اذا الازهر اللي هو المرجعيه الاساسيه في العالم السني افتى بانه بجواز أن يجسد شخصية عمر في مسلسل فلا بأس. أما إذا الأزهر وهي أنا نصحوني أحضره فبنصحك إني أحضره إذا بعد مش حاضر ولا أنا بحضرتوش بدي أوشك شو المرجعية بالأول. أنا برجع للمرجعية الفقهية. إذا أجاز العلماء مجامع فقهية مش علماء. العالم يمكن يفتي ويخطئ. أما المجامع بكون علماء كثرة من العلماء. طبعا بدرس الأمور من جميع النواحي وبوصل لقرار ملزم إجماعي. طبعا يعني احتمال الخطأ فيه قليل. مش زي واحد بيفتي لحاله شيخ. قد يخطئ الشيخ الحال، اما المجامع انا بنصح كل واحد بده يستفتي عن امر يرجع الى المجامع الفقهيه. المجامع الفقهيه بيكون فيها اكثر من عالم وبتناول الامور من عده جوانب ووصل للقرار النهائي بشكل جماعي، والامر الجماعي فيه بركه طبعا، يعني يد الله مع الجماعه. فبالنسبه لمسلسل ابو جنان ان شاء الله انه انا بستطلع الامور الفقهيه، واذا اجاز المجامع الفقهيه رؤيته انا بدرى. يعني انا شخص سيدنا عمر عندي له معزه خاصه يا اخوان. يعني مش معزه خاصه عندي انا، عندي البشريه كلها. فيش واحد بيحب سيدنا عمر، إذا ذكر عمر ذكر العدل، وإذا ذكر العدل ذكر عمر، وهو قدوة إلى كل الحكام والسلاطين والأمراء ورؤساء المجالس والبلديات ورؤساء الدول وقدوة. قدوة الحاكم الذي كان يقصو على نفسه من أجل الرعية. كان يسهر الليالي من أجل رعيته، وكان يقوم على خدمة رعيته بكل ما أوتي من جهد وتعب، كان يحرم نفسه من أجل الرعية. يعني بدي احكي قصه صغيره اذا في المجال يعني عن سيدنا عمر بنحكي فيها ان شاء الله، انه كيف كان يحرص على مصلحه الرعيه. ذات يوم يروى في السيره، ذات يوم مر سيدنا عثمان في يوم حار، يعني مثل الايام هاي اصعب من هيك، مكه اصعب من هنا، يعني حر 50. كان ماشي رائع الجامع واذا برجل في يعني في عز الحر متقنع بثوب وكان يدهن ابل الصدقه. في ابل صدقه، يعني اموال الصدقه كان زمان ابل وجبال وحلال والى اخره. كان يدهن قطران بعز الحر.
قال يا الله شو طب هذا الزلم شو لسه اجبره بعز الحام تيدها قطران يعني الجمال كان فيها جرب بدي انا مشان اطيب قال يا الله مين هذا الرجل واقف لسه بعز الحام بدها قطران قطران حامي والدنيا حامي طب شو اجبره لسه على القليل العصريه الفجر بدي انا فمر بالرجل مقنع واذا به سيدنا عمر قال له يا امير المؤمنين في هذا الحرب بدها قطران قالوا لا اما لك يا عثمان هذه مال الصدقات سوف اسال عنها امام الله سبحانه وتعالى ان صار شيء على الجبال انا مسؤول وكان يقول قولته المشهوره والله لو عثرت بغله في ارض العراق لسالني الله عنها عز وجل لما لم تمهد لها الطريق يا عمر هاي سمحك عن الشوارع يعني مشان صرت الشوارع والجوار اللي تعمل لينا ان شاء الله انا بالختام يعني اشكركم على هذا اللقاء اخونا ابو جنان وابو الاخ خليل حيدر ابو الوليد يعني انتم تكونوا يعني بجهود مباركه وطيبه واسال الله لكم وللموقع ان شاء الله التوفيق والنجاح ان شاء الله والتقدم بارك الله فيكم جميعا كل عام انتم والمسلمين واهل بلدنا الف خير ان شاء الله شكرا لكم شكرا لكم بارك الله فيكم جميعا